طيب استاذ ايهاب، برضو عايز اسالك عن الاستبدال، وحاجه غريبه جدا في وسط الموسم، وحاجه يعني لاول مره بنشوفها في الاتحاد الافريقي، ومفاجاه في نهايه الشهر يقول لك استبدل اللي عايز يستبدل اربع لعيبه. لا احنا يا كابتن خلينا واضحين، احنا اللي مغيبين عن الاتحاد الافريقي. احنا اللي بعاد، اقصد الكره المصريه والاتحاد. لذلك الانديه التونسيه والانديه المغربيه مشتريه لعيبه ومظبطه نفسها على الاستبدال ده، خلي بالك وعارفه، لانه لعيبتهم كانوا جاهزه، ومعظم الانديه اللي بتلعب في افريقيا سواء كان الانديه التونسيه او الانديه المغربيه. الوداد جاب 11 جايبين. ايوه يا كابتن، هو عارف 11 لاعب. هو عارف عنده المعلومه. عنده المعلومه، وبالتالي انت الاتحاد الافريقي زي ما انت عارف هو ماشي بسكه انا اللي بدير. مفيش حاجه اسمها انت بتديني لائحه اول الموسم، لازم تكمل الموسم كله باللائحه اللي انت مداني. فدي قصه. هل لو كانت الانديه المصريه واهلي وزمالك وبيراميدز ومصر، الانديه اللي بتلعب، عارفه ان هيبقى في استبدال في البطولات الافريقيه، مش كانت ممكن تعمل حسابها وتتعاقد مع لعيبه من اجل البطوله الافريقيه؟ طبعا طبيعي جدا. فتلاقي الانديه المصريه الوحيده اللي ايه، احنا كلنا اتفاجئنا. يعني انا من اسبوع تقريبا عرفت المعلومه وقلتها في الاعلام وكده، فباستغراب شديد جدا، وحتى في ناس مسؤولين كلموني قالوا لي انت بتقول ايه؟ قلت لهم يا جماعه انا المعلومه دي جايه لي من الاتحاد الافريقي، وانا بقول لكم ان اللي هيستفيد بالمعلومه دي دول الشمال اللي هي جوه الاتحاد الافريقي. الدنيا ماشيه. اعتقد حتى النجم ما استفادش كتير بموضوع الاستبدال. والله ممكن ما شاتركش برشا للراي، نحكي على الانديه التونسيه. انت حكيت على الانديه التونسيه والمغربيه استفادت اكثر من هنا، وربما يعني توصلها المعلومه اولا. ذري المقر موجود لهنا. اما بالنسبه للانديه التونسيه مثلا، نعطي مثال النجم الساحلي رضوان زردوم مثلا، استفاد فقط من علاء ايوب. يعني من علاء ايوب بعيدا فقط. لا بعيدا عن قصه المقر الموجود هنا، اذا استرجعنا قصه مباراه الترجي والوداد والمعركه اللي بتحصل، فواضح الاتحاد الافريقي فين. لا هو واضح الاتحاد الافريقي فين. لا في طاس كمان، فما طاس، هي مش وصلت للعطل القضية، وصلت للمحكمة الرياضية الدولية. لكن مش مربوطة بالكاف فقط، ما قعدتش في الكاف. أما فقط النجم الساحلي حتى التوا مازال أهل لاعب وحيد اللي هو حارس مرمى ثاني، مازالوا ثلاثة ملاعبية، واشترطت الكاف تواجد يعني الملاعبية يكونوا ما لعبوا حتى دقيقة ولا دقيقة في المسابقة. هذا زاد عنصر. كما أنت تفاجأت، حتى احنا في إذاعة جوهرة فهم التونسية كنا يعني تفاجأنا بالأخبار. لا يعني الجزئية الثانية أن حتى مش شرط يكون اللاعب شارك في الدوري أو حاجة. يعني أكثر ناديين استفادوا الوداد نمرة واحد، الترجي نمرة اثنين. لا يعني 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 ربما يكون الجملة دي محطوطة للاعب لفرقة مظبطة لعيبة معينة. انت بتتكلم في ان ممكن ما يكونش شارك اصلا، يعني انت هتأيده كده وهتدخله الناحيه الثانيه يلعب. ممكن صح. حتى الترجي الرياضي التونسي تقريبا استفاد من زوز ملاعبيه اللي هو محمد علي بن حموده والا مزيان، اخر زوز منتدبين، مش مثلا بصفه كبيره بتاع اربع ملاعبيه، زوز فقط. النجم الساحلي عنده لاعب فقط، ومازال باش ينظر في بقيه الثلاثي اللي نجم ياهله. كما نجم يستفاد منه مثلا الاهلي المصري إذا كان جيت في فترة ميركاتو، كان ينجم يأهل أربع ملاعبين. يعني مشكلتنا إحنا في مصر إن القائمة بتاعتك المحلية مقفولة، مش ينفع تدخل محلي عشان تدخل أفريقي. يعني أنت الاستبدال هنا المحلي خلاص خلص، فأنت ما مش هتعرف تستفيد باللي فتحه الاتحاد الأفريقي دلوقتي. هذا من سوء حظ الكرة المصرية. أيوه. طيب